اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير. احنا بحلقه جديده اليوم من برنامج ريحه زمان وحاضرين في البلده القديمه في بلده بير زيت. موجود معنا العم ابو سامر، حاضر نعم. معنا اليوم عم ابو سامر، طبعا من الناس اللي موجوده وعايشه في بلده بير زيت، ولكن الاصل من اللب. نعم، متشرفين فيك عم ابو سامر. هلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الله يخلي عمرك. يلا يطول عمرك عم ابو سامر. انت من الناس اللي عشت طول عمرك في بير زيت. نعم. بدي اسالك سؤال في البداية. تفضل. عمرك حسيت حالك غريب؟ لا نهائي. لا. طيب بدي تحكي لي شوي عن ايام زمان في بير زيت. يا ابوي ما احلاها. احكي لي. احلى ايام عشتها في بير زيت. وبقدرش اعيش برا ابدا. لو ساعة واحدة. برا بير زيت صح؟ برا بير زيت. بير زيت حضنتنا، أهل بير زيت طيبين. حضنوا كل اللاجئين اللي في بير زيت. اللي أجوا على بير زيت طبعاً. تمام. أهل بير زيت خيرين، أهل خير. أهل بركة. طيبين كتير. أنا عشت معهم، أكثر أصدقائي كانوا من أهل بير زيت طبعاً. قديش لك عايش بينهم؟ مواليد بير زيت. مواليد بير طول عمرك وعشت في بير زيت. يعني ما عشت الا قليل جدا في الزرقاء. في الاردن. في الاردن. بتذكر كان عمري تقريبا بين 5-6 سنوات فقط او اقل، لسه في الطفوله. نعم. ورجعت بعد 3-4 شهور على بير زيت. رجعوا ما عجبهمش العيشه برا، رجعوا على بير زيت اهلي طبعا. فعشت انا وياهم في بير زيت. طبعا اول ما صحيت على حالي كنا ساكنين بعريشه. بعريشه؟ نعم. تمام. نحكي عن العريشه. تحت هالشجر كانت حياه طيبه. بين هذا الشجر، بين هذا كثير. طبعا السقيفه تبعنا اللي كنا قاعدين في البيت كانت بين شجر، بين شجر الزيتون. كنا نزرع جنب البيت هيك اشي بسيط، يعني بقدونس، جرجير، سبانخ. سبانخ، حبة بطاطا، بصلة. أوعي طبعا كانوا أجدادي موجودين. كنت أروح على مدينة القدس أعيش معهم شوي، يعني طبعا وأنا طفل ما لهمش أولاد، لهم بنات تنتين. يخدنا على السينما، حياة جدي الله يرحمه تعيش. احنا كنا 5 إخوة وبنتين طبعا. ما شاء الله. الله. المهم اجوا اليهود، بدنا نرحل، ما رحلوش، قال بدنا نقعد في بلدنا هان في بير زيت، مش رايحين برا. وقف العمل في الشغل، ناس خايفة، يهود و67 ولسه اليهود منتشرين. أنا كنت أشتغل طبعا في الإحدادة، كنت أشتغل مع معلم خليلي. طلعنا نصلح ورا اليهود، خربوا سكن طلاب جامعة بير زيت، كلية بير زيت طبعا. طلعنا نصلح في الكلية. يوم صارت الحرب كنا نشتغل، بتذكر في برندا لأهل بير زيت طبعا، لأهل بلدنا طبعا. لبير زيت. صارت الحرب، صرنا شغل وروحنا. لما انتهى الإشي قعدوا في السكن تبع الجامعة اليهود، طبعا خربوا، طلعنا نصلح وراهم. طلعنا شوي بعدها في شي شغل طفر هيك. مارك ادور على عمل طبعا، كل واحد بيشتغل في كلية بير زيت. يا شاب بتشتغل ولا قاعد؟ قلت له والله قاعد. كان تشتغل؟ بقول له قال تعال بنشغلك. رحت له بالكلية. صرت اشتغل طمم وطمم وهيك شيء.
شوف طيبة أهل بيرزيت يعني أقولي كيف كانوا ناس طيبين. عملت في جامعة بيرزيت طبعا في الكلية 24 طبعا لما صار الجامعة 45 عام اشتغلت في ال نعم شو اشتغلت جامعة بيرزيت. أول ما بديت إلا في الطمم زي ما حكيت لك طمم عامل بعدين اشتغلت في المطعم مطعم الجامعة نعم اشتغلت تقريبا ما يقارب 4-5 سنوات أو 6 سنوات هيك شيء يعني. طبعا قبل زوجت عندي 4 أولاد وبنت الحمد لله. الله يخلي لك الله يخلي أعماركم كلهم متزوجين طبعا ما شاء الله. عندي أحفاد عندي 3 منهم في الجامعات ما شاء الله نعم 2 في جامعة بيرزيت وواحد بدرس في الجامعة المفتوحة طبعا تمام والحمد لله رب العالمين. حكايتك حكاية كل فلسطيني لا؟ نعم كل حدا فلسطيني قديم والله والله أنا حكيت لك طبعا الحكاية عن أهل بيرزيت الطيبين وإحنا بنحكي في طيبة مجتمع عايش فيه المسيحي والمسلم واحد نعم اللي مش موجود برا لا, لا 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 أبدا عندنا هون يد واحدة مسلم ومسيحي في الفرح وفي الطرح نعم 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 بلادنا بتكبر القلب لا عفوا بالقطع عن حديثك ولا يهمك. رضعت غير أمي من 3 تنتين مسلمات واحدة مسيحية اللي هي أم خوري مناويل الله يرحمها تعيش مناويل مسلم تعيش البطل المناضل والله نعم يعني أنت أخو بالرضاعة هيك أخو بالرضاعة يعني لما كنا نخبز في المخبز كنا نخبز فيه تيجي بنت إلهم مع أمي أتكرتها لأنه هي وأنا طفل تقول أختك يعني لحد امي في الرضاعة طبعا اختي في الرضاعة طبعا تقول اختك هاي كيف تقتلها الحال حال فلسطين كلها هيك عم. نعم الحمد لله نعم كل فلسطين حال. كلها اهل فيش مسيحي ومسلم فيش فرق صح الحمد لله الحمد لله وين درت وجهك في فلسطين يد واحد مسيحي ومسلم الحمد, الحمد لله ومناضلين مسيحي مع مسلم جنب بعض وبعرف الشهيد كمال ناصر رحمة الله عليه تيش. البطل المناضل أول شهيد طبعاً والكل بيعرفه كمال ناصر رحمة الله عليه كان بطل مناضل أكيد وإحنا بنحكي دائماً يا عم عم أبو سامر إنه فلسطين دائماً ولادة نعم ولاد أو مش إحنا اللي بنحكي هو هيك هي أصلاً نعم نعم والحمد لله إنه الله أعط يعني ربنا بعطي من جهة وباخذ من جهة بس أعطانا إحنا الألفة والمحبة نعم والمحبة نعم ما بين نعم بعض نعم وما فيش عندنا فكرة إنه فلان مسيحي وفلان لا لا لا, لا كلنا إخوة أبدا والله يديم علينا المحبة يا رب كل أصدقائي وأحبائنا مسيحيين طبعا وكلنا إخوة الحمد يعني لله فرق بيننا أبدا الحمد لله الحمد لله رب كل سنة وأنت سالم وأنت سالمين يابا ينعاد علينا وعليك الجميع إن شاء الله يابا الجميع شهر رمضان وعيد الفصح المجيد السنة الجاية ونكون بخير إن شاء الله إحنا وياك إن شاء الله الجميع يا رب الله كريم الله كريم يابا وبهيك مشاهدينا إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج ريحة زمان مع العم أبو سامر لحلقة جديدة وضيف جديد ومكان جديد انتظروني أنا عماد حشيل لنا لقاء فإلى اللقاء